إنك تكوني فقرية دي حاجة عادية، لكن لما الموضوع يتطور وتبقي معدية ونحسك تنشريه فتخربي بيه حياة غيرك تبقي معدية. البطلة قفشت حبيبها مع واحدة، ولما لقت إن عذره إنه لسه شاب صغير فأي كلبة معدية بتلفت نظره ودي مجرد نزوة، قالت له طب صدقني مع أول واحد يقابلني همشي معاه، ما أنا لسه شابة صغيرة برضو. فوقتها خبطت في البطل اللي ساعدها تغيظ حبيبها، وقعدت تسكر اليوم ده لغاية لما اتعمت وصحيت لقت نفسها في بيت البطل، فاتخضت وهربت من غير ولا كلمة. وبعد 3 شهور راحت تتدرب في مكتب، وبالصدفة لقت البطل هو المدعي العام المسؤول عنها اللي قدر يخليها من أول يوم تلعن وتسب فيه من كتر المرمطة اللي مرمطها لها، فكان بيديها جبال من الشغل ويبص لها كده انطقي واشتكي لو مش عاجبك. وهي لقى يا فندم ازاي متشكرين على الألم وعالجراح، ومن كتر الضغط اللي كانت فيه اجربت فشمت فيها حبيبها السابق والنزوة بتاعته اللي كانوا بيتدربوا في نفس المكان معاها، وقعدوا يقولوا لها اغسلي شعرك واستحمي بدل المنظر اللي انت فيه ده. فالبطل مرة واحدة ندى على البطلة وهي ترعبت، صدقني كنت باكل السندوتش وجاية على المكتب على طول مش بتهرب. قال لها لا، على الرغم ان شكلك مقرف صحيح، الا انك جميلة في عيني وحشتيني، كل في المكان انصعك والبطل الاكل كان هيقف في زورها، مش متخيلة ان هو جاي يساعدها وينقط حبيبها لانه على طول بيهنها. لكن بداية اللعنة كانت لما النور قطع في مرة عندها ونزلت تشتري حاجات، رجعت لقت حبيبها السابق مقتول في بيتها ولبست هي جريمة قتله، يعني قارفها سواء كان عايش او ميت، فما لقتش حد تستنجد بيه غير البطل. واول لما كلمته قالت له ينفع تجيلي الشرطة؟ قال لها ليه، مقفوشة في حالة سكر؟ لا، ضربتي حد يا بنتي؟ خالص. متهمة في سرقة؟ نهائي. امال؟ متهمة بقتل. جات له هستيريا ضحك، وبعدين كان جاي بنفسه يقتلها. انت هطلة يا بنتي، ما توصلش للدرجات دي. قالت له انا لو حلفت لك اني رحت اشتري حاجة ورجعت لقيت قتيل مش هتصدقني. المصيبة ان اللي مات ده ابن رئيس الادعاء، فسلط البطل ومسكوا القضية انه يرميها في السجن للابد، لانه لو ما عملش كده هيفقد مهنته، خاصة ان كل الادلة بتشير عليها. البطل راح بيتها اللي هو مسرح الجريمة ومعاه واحد شغال معاه، وبالصدفة فتحوا مذكراتها وكان غالبيتها شتمة في البطل، فاللي معاه بيقوله اللي يشوف كده يقول انها كانت عايزة تقتلك انت مش حبيبها خالص. وبعدين لقى سلاحين، واحد في بيت البطلة وواحد على بعد 7 كيلومتر من بيتها عليهم دم القتيل، فعرف ان الموضوع مفبرك، فاضطر يعين محامي ليها ما بيتقش معرفته عشان صعبت عليه، وهو الوحيد اللي هيرضى يدافع عنها. ورجع هزق البطلة لانه كلمه هي، هو انا عملت حاجة غلط تاني؟ ما انا قاعدة مرزوعة في السجن ما تحركتش. وفي الاخر البطل طلعها براءة وقال ان الادلة ناقصة فما ينفعش نحبسها، وكانت النتيجة ان هو اطرد من اكتر شغلانة بيحبها، وقال لها كان حظ اسود اليوم اللي انا اتعرفت فيه عليك، مش عايز اشوف وشك تاني يا بومة. فالبومة قبل ما يسيبها لمحت له انها سمعت لحن المجرم كان بيغنيه وهو راكب العجلة وماشي يوم وقت الجريمة، وفي المحكمة سمعت نفس اللحن، فلمع الموضوع في عين البطل وقال لها خلاص اتحلت، هنجيب الكاميرات وتعرفي عليه. وهي ما هو انا ما شفتش وش. طب شكل عجلته ايه؟ هو معلش العجل بيبقى مختلف مش كله بعجلتين؟ فالبطل ما كانش لاقي شتيمة مناسبة يقولها وهي ما شافتش وشه بعديها. المهم اشتغل اكتر شغلانة تعيسة بالنسبة له، بقى محامي، وهو متعود يسحل المجرمين وما يخليهمش يشوفوا النور برا السجن، هيبتدي يدافع عن البشر عادي كده. بعدها بفترة قابل البطلة صدفة اللي بقت محامية هي كمان، وكانوا هما الاتنين في المحكمة ضد بعض، وساعتها المجرم اللي عمل لها مشاكل في حياتها بدأ يظهر تاني ويسيب لها
هدية جزمة عشان يقولها ان هو عارف كل حاجة عنها حتى مقاس رجليها، فبيهددها. والبطل لما عرف جالها بسرعة وقال لها من هنا ورايح هنمسك المجرم مع بعض، وخدها بيته عشان الامان والحنان، قصدي الامان والسلام. بدأ البطل والبطلة يتعرفوا على بعض، وهي تنشد ليه اكتر ما هي مشدودة، وعمالة تقول له بطل تتعامل معايا بلطف عشان انا ماسكة نفسي بالعافية. وعامة هي عرفت منه ان بابا ومامته ماتوا في حريقة زمان، والناس تانية ربته، حتى اصحاب عمره اللي متربي معاهم خانوه، وكان من ضمنهم حبيبته السابقة. البطل هيفتح مكتب في بيته وهيشغل معاه مجموعة من الناس الخبرة، ومن ضمنهم البطلة. وكانت اول قضية جات لهم جريمة قتل، وفي نفس الوقت الاكس بتاعت البطل كانت اول قضية تواجهها كمدعي عام بعد لما رجعت من السفر. بس هما كسبوا القضية وطلعوا المتهم براءة، ما لحقوش يحتفلوا بالانتصار لان البطل عرف ان المتهم ده لعب عليهم وانه مش مظلوم، وده بلوى مسيحة، وان ده المجرم اللي قتل حبيب البطل السابق. المهم البطل والمجموعة اللي معاه نخوروا ورا المجرم، واكتشفوا ان ليه سوابق في الاجرام، وفي الاصل كان عايز يقتل البطلة مش حبيبها السابق، عشان يوميها كان بيرتكب جريمة وهي فتحت الشباك فافتكرها شهدت عليه، وهي عمية اصلا ما بتشوفش، فراح بيتها يخلص عليها، بس الموعود حبيبها السابق كان رايح عندها فاستلقى وعده مكانها. بس المشكلة ان هما مش عارفين يمسكوا حاجة على ابن اللعيبة ده. لكن لما المجرم تمادى وكان هيقتل واحد عزيز عند البطل بيشتغل معاه، البطل لبسه تهمة وبلغ البوليس. ولما المجرم طلع يهرب خبطته عربية وفقد الذاكرة. في الوقت اللي المجرم مقضيها في المستشفى ومستنيينه يفتكر، البطل والبطلة ساعتها كانوا بيتوعدوا وحياتهم لطيفة، بس انفصلوا، لازم المؤلف ينكد عليهم، لان البطل عرف ان ابو البطلة هو المتهم في الحريقة اللي حصلت زمان واهله ماتوا بسببه. فالبطلة سابته على الرغم ان هو مش بيحاسبها على الموضوع. ولما المجرم رجعت في دماغه شوية ذكريات طشاش كده، هرب من المستشفى على طول عند البطلة وقال لها على الرغم ان مش فاكر حاجة، بس في حاجة ملحة بتقول ان اقتلك، نصيبك بقى. لكن البطل جه لحقها واتصاب، والمجرم اتقبض عليه. بعدها البطل افتكر ان ابو البطلة انقذه وهو صغير، وباباها مات وهو بيحاول ينقذ أسرته، وبكده رجعوا الأحباء لبعض تاني وهم صافيين النية. بس المجرم طلع عينيهم عبال ما اعترف واتضح انه بيقتل المعاتيه اللي زيه، انتقاما من شباب تسببه في أذية حبيبته وماتت وهو كان جبان زمان معرفش يدافع عنها، وبسبب ان هم طلعوا براءة عادي من القضية عشان أهلهم ذو نفوذ وسلطة، فقرر ان هو ينفيهم من الوجود. وفي النهاية المية رجعت لمجاريها، واسم البطلة اتبرأ، والبطل رجع يشتغل مدعي عام من جديد. بس الابطال مقضيينها خناق، لان هما الاتنين بيخشوا ضد بعض في المحكمة، وغالبا البطل هو اللي بيكسب، وهي انت مش مراعي مشاعري، ننفصل سيب نكسب مرة. وكانت خناقات لطيفة، بس اهم حاجة ان النحس اتفك. القناة دي فيها حاجات متنوعة عن كوريا، سواء للبشرة أو معلومات عن المدن والعواصم، ودي لتقارير الدرامات الكورية، والقناة دي عن الكيبوب، فلو حبينا تلاقوا لينك القنوات بتاعتهم في الوصف تحت. أما عن أسمي بانز الجميل، مي، منة طلة، شروق، دعاء محمد، منة، تؤى، تغريد محمد سليم، رنيم سعيد، أمنية سلسبيل، وسلمى عمري. اما عن الرسائل فكم كانومي ونور وميمو محمد بيقول لكم يا جماعه دعونا ربنا يوفقنا في الامتحانات، وليليا بتقول لصاحبتها اميره ما تخافيش عليا انا ربنا هيشفيني بسرعه وهنلتقي من جديد، ودعاء عبده بتقول يا جماعه دعولي ربنا يشفيني.
وتقى بتقول لأختها نورة كل سنة وانت طيبة وسنة سعيدة عليك، وتغريد بتقول لمامتها كل سنة وانت طيبة يا أحلى ماما في الدنيا، وبنان بتقول لصاحبتها آلاء رفعت كل سنة وانت طيبة وعقبال سنين كتيرة قوي، وزينب بتقول لصاحبتها وحبيبتها وصديقتها وأختها أباوي كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد ميلادك، حتى لو احنا مش في نفس المحافظة هنحتفل سوا، وانا زعلانة جدا ان احنا مش مع بعض في عيد ميلادك. ومنة بتقول يا جماعة ادعوا لأخويا ان هو يبقى شيف كبير قوي. وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويضة من قناة كوريا أنيونغ.